الشتا جه، انا بيجيلي اكتئاب في الشتا، مودي بيقفل، وبعدين هقضي الشتا كله وانا مكتئب؟ لا، نقدر نغير. تعالوا اقول لكم ازاي. في تأملات ممكن تتعمل تدعم احساسنا ان في شتا اوكي، بس في نفس الوقت انا واخد طقس الصيف معايا ومكمل معايا. ازاي نتأمل؟ الموضوع سهل قوي. بنغمض عينينا وبنقعد في مكان هادي، بنبتدي نتنفس وبنتخيل نور الشمس وضوء الشمس داخل جوانا، حبة حبة بيدفي كل خلية جوانا واحدة واحدة كده. انت بتتخيل نفسك ممكن كمان على البحر وبتشم الهواء الجميل بتاع البحر وتعيش احساس ان انت بتصيف. فعلا نقدر ناخد الطقس بتاعنا في اي حتة احنا موجودين فيها. وحاجة تانية، بلاش نقول اصلا انا بيجيلي اكتئاب الشتاء. كلمة اكتئاب لوحدها بتجذب لنا الاكتئاب. لا يا جماعة، احنا عاديين جدا وبنتقبل كل فصول السنة عادي، الشتاء الصيف الخريف الربيع، وما نقعدش نقول اصل انا مش سعيد علشان حاجة. لا، ما تبقوش حطوا نفسكوا شماعة ان الشتاء جت انا مكتئب. بالعكس، على فكرة الشتاء حلو وجميل. ممكن تقول لنفسك انا بحب الشتاء، ومع تغيير افكارك دي ان شاء الله الشتاء تبقى جميلة جدا جدا علينا كلنا. وكل سنة واحنا طيبين.